لكن هذا الموظف المرتشي والمعقب المرتشي اللي تعلم تماما على الرشوة على أساليبه، هذا ما راح يلقى فد أساليب جديدة لابتزاز المواطن؟ تعرضتوا لحادثة، أغرب موقف نعم. وصلتوا إلى أو توصلتوا نعم. إلى، لأن المعروف أنه المرتشي ترى يطور قدراته بين فترة والثانية لابتزاز المواطن. أكيد أكيد. مثلا راح يقول أنا الآن إذا نتحدث عن موضوع صحة الصدور الإلكترونية، أي مو كل المؤسسات دخلت بهذا النظام، والمؤسسات اللي داخلة بالنظام موجودة ومنشورة أسمائها في بوابة الدول الإلكترونية. المبتز اللي تكلمتي عنه حضرتك نعم، مثلا يقول والله الإنترنت واقف، والله الحاسبة عاطلة، والله النظام مدى يشتغل، من ناس من العمالة العامة موقفين. هذه كلها هنالك خدمة إرشادية، خط ساخن للاتصال المجاني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، اللي هي 5599 يتصل المواطن، هنالك رد عالي ويتبع بعض العمليات الإرشادية ويصل إلى الاتصال بالموظف المعني ويقدم شكواه ضد الموظف، بالتأكيد ستتم معالجة هذا على الفور. نعم. وأكيد إن كان هنالك خلل فني بالتأكيد سيتم إصلاحه وإبلاغ المواطن، وإن كان عكس ذلك أكيد راح تنجز المعاملة ويحاسب الموظف المقصر.